السلام عليكم. اليوم راح ناخذ السكشن الثالث بالنسبة لل drilling practice technology اللي هو خاص بال drilling fluid. بال drilling fluid راح نتناول عدة ايتمات حسب التوبكس الموضح. راح ناخذ المركبات وأيضا صفات ال drilling fluid، أنواع ال drilling fluid. نعرف أنه عندنا oil based mud, water based mud والgas based mud. أيضا راح ناخذ تصميم ال drilling fluid program الديزاين مالته. راح ناخذ معالجة ال water based mud. راح ناخذ ال solid control من ناحية solid control equipment بواسطة الأجهزة أو ال treatment بواسطة ال chemicals. أيضا راح ناخذ الإمباكت اللي هي تأثيرات السوليد والسوليد كنترول. راح ناخذ الأويل بيز فلويد وراح ناخذ السبيشال فلويد. هذه التوبكس اللي راح تكون خاصة بالدرولينج فلويد. المقدمة، طبعا الفلويد درولينج فلويد عندنا عدة أنواع من الدرولينج فلويد. عندنا الدرولينج عفوا نكمل. عندنا عدة أنواع من الدرولينج فلويد. عندنا الدرولينج فلويد البسيط وعندنا الدرولينج فلويد المعقد. بالنسبة للدرولينج الفلويد البسيط اللي دائما يكون هو البيست اللي ما يكون اويل أو يكون ووتر، وتضاف إليه بعض الأدتيفز اللي هي خاصة بالمثلا الأدتيفز اللي هي ريولوجي كنترول، دنسيتي كنترول وهكذا. اما عندنا الفلويد المعقد، الاديتيفز والكيميكال اللي تنضاف له من يعني مجموعة من الكيميكال تتعدى حتى الـ2000 مركب، يعني يكون جدا معقد. طبعا بالعادة نستخدم هيك انواع من الفلويد اللي هو الفلويد المعقد لحفر الآبار اللي هي الـ HPHT اللي هي الـ High Temperature High Pressure اللي تكون أعماقها جدا عالية، ونسوي بها أوبريشن جدا عالي مثل الأوبريشن اللي خاصة بالكورينج وغيرها. فيسموها دائما اللي هي تكون الفلويد المعقد، سوري يعني الفلويد أو درولينج فلويد المعقد. سوري. نجاح، طبعا نجاح عمليات الحفر. بس نوضح فد شيء بسيط عن عمليات الحفر قبل لا نتقدم بالشرح. بالنسبة لعمليات الحفر، عندنا عمليات الحفر. لو رسمنا عمليات الحفر الـ depth versus time، تمام؟ يعني هذا التايم وهذا الدبث. من ناحية الكوست دائما الدبث، طبعا اكيد احنا راح نبدي من الصفر وراح نتقدم بالتايم تدريجيا. فلو نشوف بعمليات الحفر، عندنا مناطق اللي هو هذا يسموه السلوب تايم يكون على شكل كيرف، وهذا يسمونه الفلات تايم، صحيح؟ بالنسبة للسلوب تايم اللي هو الوقت اللي احنا ناخذه في عمليات الحفر في زيادة العمق، يعني كل ما تقدم الوقت راح نزيد العمق. اما الفلات تايم الوقت اللي ناخذه في تنزيل الكيسينج، يعني نعرف الكيسينج هو نفس العمق احنا راح نوصل له، يبقى العمق ثابت لازم، لكن ننزل الكيسينج وبعدين نسوي سمنت اوبريشن وغيرها ونشتغل على الويل هيد. فهذا يسمونه الاف، دائما نشوف الاف تايم وهذا الاس تايم. دائما الدرولينج فلويد، الدرولينج فلويد يتحكم ب
السلوب تايم. يعني بالفلات تايم الدرولينج فلويد هو ثابت نفسه ما راح يتغير، لكن بالسلوب تايم راح نشوف احنا على طول نسوي ميكسينج، كل ما زاد الحفر كل ما ضفنا اديتيفز وضفنا مركبات واطيان على مود تعوض النواقص اللي عندنا. فبالنسبة ان عندنا فلات تايم وعندنا سلوب تايم في عمليات الحفر اللي نهتم لها اثنينات، لكن بالنسبة للدرولينج فلويد دائما يأثر على السلوب تايم. تقليل السلوب تايم يعني نقلل الوقت الحفر، نقلل الوقت الحفر اللي هو السلوب تايم، من نقلله اكيد راح يقل عندنا التايم، بالتالي راح يقل عندنا الكوست الاجمالي او الصرفيات الاجماليه خلال عمليات الحفر. طبعا السلوب تايم من اهم العناصر اللي تتحكم بالسلوب تايم هو الار او بي اللي هو الريت اوف بنتريشن سرعه الاختراق، عندنا الدرولينج فلويد ايضا يتحكم بالسلوب تايم. زين شلون الدرولينج فلويد يتحكم بالسلوب تايم؟ الدرولينج فلويد يتحكم بالسلوب تايم انه يقلل لنا المشاكل خلال عمليات الحفر. طريقه تقليل المشاكل خلال عمليات الحفر نعرف انه مثلا ما يسوي لنا سولينج للشيل او للكلي فورميشن، مثلا ما يسوي لنا لوسز، يقلل لنا من احتماليه الكيك، يقلل لنا من احتماليه انه يصير ستاك بايب. فهذه كلها اذا قللت اذا تقلت عندنا المشاكل خلال عمليات الحفر، وبالتالي راح يقل عندنا الاجمالي مالت الصرفيات. ف على مود نقلل الاجمالي مالت الصرفيات، اول شيء نتاكد من سعر الفلويد اللي جاي نحفر بيه ما يكون سعر مبالغ بيه، نجيب فلويد احنا اصلا ما نحتاجه مجرد انه غالي. ثانيا انه نختار الفلويد الصحيح والمناسب لهذه الطبقات، يعني ما نجيب انه فلويد نحفر بي انهايدرايت وريد نفسه نحفر بي شيل او نحفر بي في الطبقات اخرى. ممكن الطبقات اللايمستون انهايدرايت ما يناسب الطبقات اللي هي الشيل وغيرها. بالاضافه باستمراريه نحافظ على البروبرتيز والريولوجي مالت الدرولينج فلويد مالتنا على مود لا نخسرها خلال الزمن. سوري. هسه عرفنا انه السلوب تايم والفلات تايم، وعرفنا التاثير بالنسبه للكوست للدرولينج فلويد بالنسبه لاجمالي الكوست. بس لمعلوماتكم انه لنفرض لو قسمنا التوتال كوست مالت الوان ويل بالنسبة للفلويد حصته من 10 إلى 12% من إجمالي الكوست. هذا فقط رايح على الدرولينج فلويد. تمام، من نتكلم على الدرولينج فلويد، من نتكلم على الاجمالي الكوست مال الدرولينج فلويد، راح يتقسم لعدة امور من ضمنها الاكويبمنت، صحيح، اللي هي السوليد كنترول اكويبمنت اللي نتكلم عليها ان شاء الله لاحقا، اللي هي امس اخذنا بعض المفردات عنها، الشل شيكر، الديساندر والديسولتر وغيرها. ايضا راح يكون للانجينير اللي هو الامبلوي او الامبلوي اللي خاص بعمل ومراقبه البروبرتيز والريولوجي. ايضا راح يروح لللاب المختبر اللي خاص بفحوصات الريولوجي والبروبرتيز بالدرولينج فلويد، والاخيره راح يروح للاديتيفز او الماتيريال. تمام، فهذا ال10% وال12% راح تتقسم على هذه الامور. فلو نشوف ال 12% الى 10% هو رقم عالي جدا مقارنه بقيه الدرولينج فلويد، بقيه الدرولينج اكويبمنت او الدرولينج اوبريشن، من مثلا من ناحيه الاكويبمنت الكيسنج والسمنت، وايضا كدرولينج درولينج اوبريشن كريك تايم. كلها هذه ال10% يعتبر رقم هائل. فاحنا ليش نضخ فلويد خلال عمليات الحفر؟ نعرف الفلويد هو عبارة مثل الدم اللي يجري
في داخل جسم الإنسان. أيضا هو الفلويد عبارة عن مركب الحياة بالنسبة للبير، فخلال عملية السيركوليشن وخلال عملية جريانه بالبير راح يسوينا عدة أمور اللي هي تعتبر أدفانتج خلال عملية الدرولينج أوبريشن. من أهم هذه الأمور أو من أهم هذه النقاط، إحنا نعرف أنه عندنا هول فيل، فإحنا من نحفر هذه الهول فيل راح تنزاح خلال عملية الحفر بواسطة تآكل البت مع الفورميشن، فراح تنفصل الفورميشن، فراح يصير عندنا كاتينج. هذه الكاتينج ما يصير نخليه بمكانه، لازم احنا نزيح الكاتينج الى الاعلى. فهذه احد وظائف الدرولينج فلويد اللي هي خلال عملية السيركوليشن يطلع لنا الكاتينج او الفري كاتينج الى الاعلى. بالاضافة الى نعرف انه كل فورميشن نمر من خلالها تحتوي على فلويد او تحتوي على بور بريشر اللي هو يعتبر ضغط الطبقة او ضغط المكمن. فضغط الطبقة او ضغط المكمن لازم احنا نواجهه بردة فعل معاكسة على مود نكبح جماح الفورميشن. يعني ما يصير احنا عندنا مثلا فورميشن فور اكزامبل، انه لنفرض في جنوب العراق عندنا فورميشن، احد الفورميشنات اللي هي تكون مثلا لايمستون with high porosity، تمام، وتحتوي مثلا على بلاك ووتر، وهذا البلاك ووتر بداخل بيرنج فورميشن. يعني اب نورمال بريشر، فالاب نورمال بريشر راح اكيد في، يعني اذا ما عندنا فد شيء يردع هذا الاب نورمال بريشر للاسفل ويخلي الهيدروستاتيك بريشر مالت الفورميشن مكبوح داخل الباروسيتي، حيظهر انه على شكل انفلكس، وبعدين حيظهر انه على شكل كيك، فيعتبر احد الوسائل اللي كبح جماح الفورميشن بواسطة المعادلة البسيطة اللي اخذناها سابقا اللي هو 0.052 multiply by density multiply by TVD. فهذه تعتبر ايضا احد وظائفه. ايضا شرحنا سابقا عن تساقط الكيفينج، انه الكيفينج خلال عملية حفر الشيل فورميشن. الشيل راح يصير مع الشيل يعتبر هو غشاء شبه نفاذي، تمام، غشاء شبه نفاذي، فراح يصير نفاذية الووتر من خلال، راح يصير تبادل ايوني وايضا تبادل للفريش ووتر بين الدرولينج فلويد وبين الفورميشن، فراح يصير بالشيل سويلنج، بعدين راح يبدي يتساقط بداخل البير. فعلى مود نمنع هذا التساقط نزيد الدنسيتي، نزيد الدنسيتي، فهذه الدنسيتي الزائدة راح تنطي ضغط إضافي على جدار البير، تمام. بعد بناء المد كيك، المد كيك نبني هنا المد كيك، أيضا تسند لنا الوول جدار البير، وما تخلي البير، ما تخلي نفاذية عالية بين الفلويد وبين الشيل فورميشن، وأيضا تسند لنا البير. فبالتالي راح احنا نسوي prevention للوال from caving. ايضا يعتبر انه نعرف انه البت مصنوعه من معدن الستيل ومطعم بالتنجستين كاربايد، وخلال احتكاكها العالي مع الفورميشن راح تولد عندنا heating force او sorry heating energy. هذه الهيتنج انرجي اذا استمرت بالصعود فراح التمبريتشر تصير عاليه، ممكن راح تاكل لنا اجزاء من البي اتش اي وتاكل لنا وتسوي لنا تاكل ايضا بالبيت. ف على مود نقلل الاحتكاك ونسوي كولينج للبيت، فبالتالي انه باستخدام الماد راح نضيف الاديتيفز يسوي لنا كولينج للبيت، وايضا يسوي لنا لوبريكانت للبيت والدرول سترينج. سوري. بالاضافه خلال عمليات الحفر، خلال عمليات الحفر احنا مو فقط نحفر، خلال الدرولينج اوبريشن مو فقط انه تيرن تو ذا رايت ونبدي ننزل البي اتش اي ونبدي ناكل بالفورميشن، لا، عندنا عده امور خلال عمليات الحفر اللي هي مثلا من يخلص الستان، احنا نعرف الستان طوله 28 متر،
تمام، اللي هو 3 بايبات، 3 درول بايب، 28 متر. فكل ما يخلص ستان حفر أنا لازم أشيل ستان ثاني وأربط فوقه، صح، على مود أكمل الحفر وأكمل تنزيل. فخلال عملية هذه الكونكشن، إنه خلص الستان الأول وحضيف الستان الثاني، حيصير عندي شت أوف ذا بامب، إنه السيركوليشن راح يتوقف، البامب راح يصير شت داون. فبهذه الحالة عندي كاتنج معلق بداخل الفلويد، يعني الفلويد حامل للكاتنج. طبعا الكاتنج اذا اني عندي بي اتش اي، هذه بي اتش اي، بيها ستيبلايزر مثبتات، وبيها اللي هي الدرولينج بيت، واني عندي كاتنج صار بداخل المد، صحيح انه جاي المد يطلع لي برا. في حال انه البامب توقفت، الكاتنج راح يصير بي سطلينج وراح يوقع على البي اتش اي، راح يسوي باكد اوف للبي اتش اي، ممكن يسوي لي ستاك. فمن احد الخواص اللي يتمتع بها المفروض الماد يسوي لي سسبنشن، تعليق للبارتكلز او للكاتنج اللي هي الفري كاتنج، على مود لا يصير عندي ستاك او لا يصير عندي باك اوف. سوري. بالاضافه الى كل هذه الامور، عندنا اهم الامور اللي هي الهيدروليك اللي يسبب بواسطه الفلوريت او الهيدروليك اللي يصير من خلال انطلاق الفلوريت ثرو نوزل. يعني نعرف انه من يظهر الفلوريت من خلال النوزل اللي هي الحركه اللي خاصه او الحركه الديناميكيه بالنسبه للفلويد، ايش راح يسوي؟ راح يطلع لنا شكو كاتنج، راح يطلع لنا شكو كاتنج موجوده تحت البت، وهاي يعتبر من اهم الظواهر اللي المفروض يتمتع بها للدرولينج فلويد. سوري. هسه اخذنا فوائد الدرولينج فلويد وليش نستخدم احنا الدرولينج فلويد خلال عمليات الاوبريشن، او سوري خلال الدرولينج اوبريشن. فهسه عندنا انواع الدرولينج فلويد. انواع الدرولينج فلويد، عندنا الدرولينج فلويد يتقسم بالعاده الى 3 انواع، تمام، اللي هو الووتر بيزمنت اللي هو اكثر استخداما، والثاني الاويل بيزمنت، وعندنا الاويل بيزمنت، وعندنا الغاز بيزمنت، تمام. عندنا هذه الـ3 انواع اللي موجوده حاليا. زين، نفس الغاز بيزمنت يتقسم الى نوعين. النوع الاول يسمونه فوم، والنوع الثاني الريتد الدرولينج فلويد. زين، بالنسبة للفوم، من نقول فوم، الفوم هو عبارة عن خلط ووتر مع غاز، تمام، يسمونه فوم، لكن أغلبيته غاز، يعني نسبة البرسنتج مع الغاز تكون أكبر من 50%، يسمونه فوم. أما الاريتد ووتر اللي هو راح يكون أغلبيته ووتر، يعني البرسنتج مع الووتر راح تكون أكبر من 50%. هذا الاريتد درولينج فلويد وهذا الفوم. الفوم سوري يس الفوم غاز بيز ماد، وهذا الاريتد غاز بيز ماد. ايضا بالنسبه للغاز بيز ماد يتقسم الى نوعين، اما يكون اير في الغاز، غاز طبيعي يعني الهواء، او يكون ناتشرال غاز. اللي هو الغاز الطبيعي اللي يستخرج من باطن الأرض كميثان وغيرها. ف
فهذه الأنواع اللي موجودة حاليا من الووتر بيز مود والأويل بيز مود وأيضا الغاز بيز مود. قبل لا نبدي بشرح properties والرياضي مع الدرولينج فلويد، خلنا نشرح مصطلحين عن الصلد. الصلد اللي هي الدقائق الصغيرة اللي موجودة بداخل الماد. الصلد تتقسم إلى نوعين، تمام؟ أحد أنواع الصلد نحصلها من الأدتيفز اللي هي ماد أدتيفز. من إضافات اللي نضيفها، الكيميكال اللي نضيفها للماد على مود نحصل على الريولوجي المطلوبة. وأحد أنواع الصلد نحصلها من خلال الدرولينج أوبريشن. اللي هي من طحن الكاتينج، يعني كاتينج. تمام؟ الكاتينج حتصير فاين فتعتبر، فأما من خلال الدرولينج أوبريشن أو الماد أديتيفز. أيضا اثنيناتن هذه الأنواع راح يتقسم إلى نوعين. عندنا الـ High Specific Gravity وعندنا الـ Low Specific Gravity، تمام؟ الـ High Specific Gravity الـ Low Specific Gravity راح أيضا تتقسم إلى نوعين. عندنا ممكن تسميها إذا هم بتحب تسميها كوس، تكون يعني الدقائق كبيرة يعني أكثر من 50 مايكرون، واللو سبيسيفيك جرافيتي ممكن تسميها الفاين، أو في بعض الكتب حنقراها ألترا فاين، يعني الدقائق أو الصلد تكون صغيرة جدا أو ناعمة جدا. أيضا بالنسبة للو سبيسيفيك جرافيتي حتتقسم إلى نوعين، النوع الأول inactive inactive والثانية الactive. هذه النوعين. فعندنا الهاي سبيسيفيك جرافيتي أو الكورس، وهنا عندنا اللو سبيسيفيك جرافيتي أو الفاين أو الألترا فاين. زيادة الصلد بالمد إن كانت هاي سبيسيفيك جرافيتي أو كورس بالحالتين، أو كانت لو سبيسيفيك جرافيتي بس بت إنأكتيف، هذن الثنين زيادتهم بالمد، ارتفاعهم بالمد حيزيد لي الدنسيتي، تمام؟ أما الأكتيف اللي هو low specific gravity أو ultra fine، زيادته الأكتيف حيصير عندنا زيادة بالفيسكوستي، تمام؟ فأما الأكتيف من أقول أني أكتيف وإن أكتيف معناها دقائق مستقرة، يعني من تصير بالووتر بيز مود ما تتفاعل، غير قابلة للتفاعل. أما بالنسبة للأكتيف فهي تكون دقائق غير مستقرة وقابلة للتفاعل. بس نضرب مثال بسيط قبل لا نتقدم بالمعلومات. مثلا عندنا الهاي سبيسيفيك جرافيتي، عندنا مثلا البارايت اللي هو فور اكزامبل PaSO4، صحيح؟ البارايت هو يعتبر عنصر مستقر، فمن يضاف الى المد حيرفع الدنسيتي. اما الكلي او البنتونايت، اضافته طبعا الكلي اللي هو اعتقد Al2SiO2 اعتقد هذا صيغة البنتونايت، زيادته في
في المد حيزيد الفيسكوسيتي لان هو يعتبر لو سبيسيفيك جرافيتي الدقائق مالته الترا فاين ويكون متفاعل بالعاده في المد اللي هو اكتف فحيزيد لنا الفيسكوسيتي. فهسه احنا من راح ندرس خصائص المد اذا نشوف الاداتيفز مالتنا لو سبيسيفيك جرافيتي ان اكتف او هاي سبيسيفيك جرافيتي كورس معناه احنا جاي نشتغل على الدنسيتي. من نشوف انه اكتف والترا فاين او فاين او الترا فاين معناها جاي نشتغل على الفيسكوسيتي. ففقط هذه معلومة توضيحية بسيطة قبل لا نتقدم بدراسة المعلومات. من نجي للجرين بوك، هذا الجرين بوك اللي هو الصفحة اللي خاصة بالدرولينج فلويد اللي هو السكشن اتش الصفحة 17 على مود نحدد مقدار شلون نعرف الدقيقة فاين او الترا فاين. طبعا احنا نقيسها قلنا بالمايكرون، المايكرون المايكرون يساوي لنا 10 اس ماينس 6 من المتر، يعني يساوي لنا 10 ماينس 6 من المتر. لو نشوف انه الهيومن هير اللي هو شعرة الانسان تتراوح القطر مالته من 30 الى 200 مايكرون، هذه تصنيفات. اما مثلا الدقيق الفلور اللي هو الطحين الدقيقة مالته تتراوح من 1 الى 80 مايكرون. هذا فقط توضيح انه شلون نقيس احنا حجم الدقيقة اللي جاي نتعامل بيها، لكن كل هذا ما راح يهمنا. اللي يهمنا تصنيفات الـ API اللي هو American Definition in API اللي هو 13C. شو يقول؟ يقول نعتبر الدقيقة كورس اذا بحدود 2000 مايكرون، نعتبرها فاين إذا بحدود 75 إلى 44 مايكرون، ألترا فاين من 44 إلى 2 مايكرون، أصغر من 2 حتعتبر دقائق نانو، يعني نانو صغيرة جدا. فهذه ترتيب الدقائق بالنسبة للـ API. فأني من أجي كلها هذه مال الأمور الشرح مال Human hair or floor will powder of cement مجرد توضيحية انه نكشف ايش قد مقدار المايكرون. اوكي هسه عندنا توضيح الى الووتر بيز مود والاويل بيز مود. لو اخذنا سامبل مال تايبيكال مود يعني مود مثالي فلويد مثالي الوزن مالته 11 بي بي جي يعني باوند على جالون، صحيح احنا الدنسيتي الباوند على جالون. الووتر بيز مود راح يكون على اليسار، الاويل بيز مود راح يكون على اليمين. خلينا ندرس التركيب الكيميائي او بالنسبه للبرسنتج مال الاديتيفز اللي موجوده بالاويل بيز مود اللي موجود على اليسار. أول شيء بما أنه water base mud فحيكون 80% من عنده هو water، تمام؟ أما الشغلة الثانية من عنده هو بما أنه water، الwater نعرف أنه الwater ما بي lubricant، ما بي additives تقللنا من الاحتكاك، فلازم نضيف له oils على مود الoils من صفاته هو يعني يقلل الاحتكاك. فهذا المركب بين المي بين الفلويد والأويل يسوي لنا فتشي يسمونه مستحلب اللي هو emulsified، يسوي emulsified oils يعني مستحلب مائي أو مستحلب زيتي. فهذا المستحلب معناها إضافة percentage من الأويل أو الكرود أويل أو أي نوعية من الأويل أو الديزل الى الووتر بيز مود حينطيني مستحلب، فنسبة اضافته بالعادة تكون بين 7 الى 6%. اما low specific gravity، low specific gravity اللي شرحنا عليها اللي تكون فاين او ultra fine وتكون active solid، تمام active solid، فراح شو سوينا viscosity control. اما من نجي low specific sorry low specific gravity inactive solid اللي هي تعتبر قلنا drilled solid اللي تطلع ويا الكاتينج، او high specific gravity solid for density control. يعني عندنا low specific gravity
inactive solid أو high specific gravity solid for density control زيادة الدنسيتي. هذه حجمها 6% ب 5% ب 3% ب 6% ب 80%، فحيطلع الكلي 100%. أما نجي للأويل بيز مود، الأويل بيز مود نفس الترتيب، لكن بما أنه عندنا الخواص مالتنا أو البيز الأساسي مالتنا اللي هو الطور المستمر هو أويل، فحنستخدم الديزل. أيضا على مود الديزل مالتنا لازم به خواص ملحية على مود لا يصير تبادل أيوني أو لا يصير تدفق مائي من الأويل بيز مود إلى الشيل فورميشن، فلازم نضيف كالسيوم كلورايد أو صوديوم كلورايد. أيضا نعرف أنه على مود طبعا 4% الديزل 54 إلى 55 بالعادة نشوفه بالمية. الووتر بيز مود سوري الووتر أيضا احنا لازم نضيف ووتر. ليش نضيف ووتر؟ للترطيب. تمام، للترطيب يضاف ووتر، بالإضافة إذا عندنا low specific gravity solid ليو كلي ساند لايمستون شيرت مد أدتيفز إلى آخره، هذه low specific gravity. أما ال high specific gravity solid عمود زيد الدنسيتي مقدارها 9%. فهذا typical لتوزيع الأدتيفز بالنسبة لل oil based mud وبالنسبة لل water based mud. فقط أنا حبيت أنه أنوه مسبقا أنه low specific gravity active for viscosity inactive for density. high specific gravity بالعادة هي inactive فدائما تكون خاصة بال density control. هسه نجي أنا أريد أصمم فد fluid، أريد أسوي fluid program، أريد أسوي drawing fluid program. شنو الأمور اللي تقيدني باختياري الصحيح الى هذا النوع من الفلويد؟ اولا الى الروك سترينث، التايب اوف فورميشن اللي تعتبر هو الروك سترينث. تمام، هذه مهمه الي صحيح، فلازم اني اول شيء اعرف التايب اوف ليثولوجي اللي جاي احفر بيها. زين، النوع الثاني من الفلويد اللي خاص بيه لازم او النقطه الثانيه التمبريتشر. نعرف التمبريتشر في بعض الاوقات انه بعض الاديتيفز اللي نضيفها فور اكزامبل عندنا الاديتيفز اللي تسوي لنا فيسكوسيتي كنترول اللي تسيطر لنا على الفيسكوسيتي من امثالها اللجنو سولفونايت صحيح اللي هو الكروم لجنو سولفونايت، هذا يسوي لنا كنترول على الفيسكوسيتي. لكن مشكله اللجنو سولفونايت ما يشتغل في درجات الحراره العاليه جدا، يعني اذا نضيف اللجنو سولفونايت في الهاي بريشر فلويد او هاي بريشر هاي تمبريتشر ويلز نستخدم لجنو سولفونايت، من المحتمل ان اللجنو سولفونايت حيشتت وما راح ينطينا او ما راح يسوي لي كنترول للريولوجي اللي انا اريدها. تمام، فبالعاده بمكان ما نستخدم اللجنو سولفونايت حيستخدمون اللجنايت او الفوسفات على مود كفيسكوسيتي كنترول. ايضا بالنسبه للبريشر الفورميشن بريشر فور اكزامبل انه انا جاي احفر فدبير وصلت الى طبقه معينه فور اكزامبل نقول هذه الطبقه هي ساندستون. تمام، البريشر اللي احتاجه بهذه الطبقه على الاقل يكون المد ويت مالتي على الاقل يكون يوصل فور اكزامبل 1.9 اس جي سبيسيفيك جرافيتي صحيح، واني المد مالتي جاي استخدم الهاي سبيسيفيك جرافيتي ماتيريال جاي استخدمها على مود زيد الدنسيتي، جاي استخدم السي اي سي او 3. ونعرف السي اي سي او 3 ماكسيمم دنسيتي يوصل لي 1.65 اس جي صحيح، فمن غير المحتمل انه استخدم سي اي سي او 3 على مود اعالج البريشر اللي موجودة او البيرنج فورميشن اللي موجودة بالساندستون اللي هي تحتاج 1.9 اس جي، فلازم استخدم شيء اخر، استخدم الهيماتايت، استخدم البارايت اللي هو بي اي اس او 4 وغيرها، استخدم الجالينا، عرفنا الجالينا اللي هي البي دي اس. تمام،
فهذه كلها ممكن استخدمها على مود اكبح جماح الفورميشن، فلازم اعرف الفورميشن بوتر بريشر. ايضا الواير لاين او الويل لوجينج ايفالويشن، يعني اني نعرف من انه اخلص الدريلنج اوبريشن، بعد الدريلنج اوبريشن مباشره قبل تنزيل البطانه، قبل تنزيل الكيسينج لازم اسوي تصوير للاوبن هول، لازم اسوي لوجينج اوبريشن للاوبن هول. في بعض التولات اللي خاصه باللوجينج اوبريشن او اللي خاصه بالواير لاين، it is not friendly with oil based mud، يعني دائما الاويل بيز مود اجريسيف شويه لللوجينج تولز، تمام؟ فاني اعرف انه اني مثلا فور اكزامبل اريد اسوي نيوترون دنسيتي لوج، واعرف النيوترون دنسيتي لوج انه از نوت فريندلي وذ اويل بيز مود، فلازم بهاي الحاله استخدم ووتر بيز مود. فهذه ايضا اخذه بالاعتبار اذا اني اريد اسوي واير لاين اوبريشن، اعرف شنو التول اللي حنزلها واريد اشوفها هل هي فريندلي ويا الاويل بيز مود او هي فريندلي ويز الووتر بيز مود. النقطه الرابعه او الخامسه اللي هي الووتر كواليتي افيلبل، أنا أعرف أنه في بعض الأماكن خاصة بالمناطق الصحراوية يستصعب عليهم أنه يجيبون فريش ووتر على مود يسوون ميكسينج للدرولينج للدرولينج فلويد، لأن إحنا نعرف أنه من نخلط الدرولينج فلويد نحتاج ووتر كبيز أساسي أو كطور مستمر. فبهاي الحالة في بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية يتعذر وجودهم يحصلون على الفريش ووتر اللي هو المياه النقية، فيتوجهون إلى المياه الجوفية، يعني يحفرون آبار جوفية أو شالو ووترز ويل، وبعدين يستخرجون المياه من الجوف، فتعتبر مياه مالحة. هاي المياه المالحة من أستخدمها أني أعرف لازم الأدتيفز اللي تناسب المياه المالحة، ما أجيب بنتونايت، البنتونايت اللي أصلاً ما يشتغل بالسولت ووتر، وأحاول أخلط بنتونايت ويا سولت ووتر، صحيح؟ فهذه ايضا فد امور مهمه لي، بالاضافه الى الانفايرومنتال ايشيو. الانفايرومنتال ايشيو فور اكزامبل انه احنا مثلا في العراق ممنوع عندنا نستخدم الاويل بيز مود لعده اسباب، من عدها لان اغلبيه المناطق بالغض النظر عن انه الاويل بيز مود يسوي تلوث وغيرها، المناطق المحيطة بالقطاع النفطي أو بالفيلد النفطي دائما تكون مناطق زراعية وذو ثروة زراعية وذو ثروة حيوانية، فنعرف أن هاي المناطق الزراعية أغلبية معيشتهم على الزراعة ويعتمدون كمصدر أساسي لسقي الزراعة مالتهم تعتمد على المياه الجوفية. فبحال استخدمنا oil based mud، ممكن oil based mud حيصير بميجريشن، يعني من اطرحه بالخارج حيصير بميجريشن وحيختلط ويا المياه الجوفيه، حيسبب لي ممكن تلوث عام في المياه الجوفيه. هذه نقطه. ايضا الكاتنج اللي يظهر مع الاويل بيز مود، لان هو يكون ملوث بالديزل ملوث بالاويل، فممنوع باي دوله من الدول يبقى بمكان بئر الحفر، يعني انا اطرحه بالخارج لازم ينقل ويتدمر في طريقة أو في تكنولوجيا معينة بحيث نحافظ على الـ environment. فبهاي الحالة هم راح يكون هذا كوست إضافي. لو شوف النقطة الأخيرة، أيضا باختيارنا للدرولينج فلويد لكن لازم يكون في حدود المعقول، ودائما قلنا يتراوح سعر الفلويد بالنسبة إلى الكوست الكلي مالت البير هو من 10 إلى 12% من الكوست الإجمالي، وطبعا يبدي يصعد تدريجيا بصورة exponentially في حال أنه الديبث مالت الويل ازداد عن 8500 فيت. هسه راح نجي على الخواص سوري الخواص اللي يتمتع بها الفلويد. طبعا الفلويد او الدريلينج فلويد يتمتع بخواص كيميائية وخواص فيزيائية، صحيح؟
هسه راح نجي إلى the drawing, the fluid properties. تمام, راح تنقسم إلى نوعين. عندنا خواص تروح تكون تعتبر خواص physical, وعندنا خواص اللي هي الكيميكال بروبرتيز. عندنا خواص فيزيائية وخواص كيميائية. وزن السائل اللي هو يعتبر اللي يولد لنا الهيدروستاتيك بريشر اللي هو الدنسيتي, هذا يعتبر فيزيائي صحيح. ايضا عندنا اللزوجة, هذا يعتبر فيزيائي. المطاوعة اليلد تعتبر فيزيائي. الجليشن اللي هي قلنا خاصية تعليق السائل أو دقاق تعليق الكاتينج في السائل في حال ماكو سيركوليشن, يعني بحال الستاتيك يكون السائل عنده قابلية يسوي سسبنشن للكاتينج على مود للكاتينج, يبدي يصير بيها سطلينج وتوقع فوق البي اتش اي ويصير عندي بعدين بهاي الحالة عملية باكت اوف. أيضا الفلتريشن لوس, الفلتريشن لوس فقط احنا راح نشرحها واحدة واحدة, لكن فور اكزامبل الفلتريشن لوس انه لو عندنا ويل, احنا قلنا دائما الفورميشن تعتبر جدار شبه نفاذي, يعني اكو نفاذية بين الويل وبين الفورميشن بسبب البوروستي العالية ايضا البيرمابوليتي العالية. فايش راح يصير؟ راح يصير تبادل بين الفلويد, يعني الفلويد يبدي يخسر الووتر او الفيز المستمر مالته, يبدي يخسر الووتر او طور المائي مالته, فهذا يسموها الفلويد لوسز اللي هو انتقال الووتر بين من والى الفورميشن. ايضا الكونتينت مالته ايش قد نسبة, يعني احنا نعرف بالنسبة للفلويد بالطور المستمر اللي هو طور المائي او الليكويد, وايضا طور الصلد اللي هو الطور الكاتنج او الصلد اللي موجوده. فايش قد نسبه الصلد بالمية بالنسبه الى الفلويد بالمية, يعني فور اكزامبل اذا هنا 99% كفلويد, الصلد مالتنا لازم يكون 1% وهكذا. هذا ايضا solid solid to liquid percentage. هذه بالنسبة للخواص الفيزيائية. بالنسبة للخواص الكيميائية, اول شيء عندنا ال pH اللي هو الرقم الهيدروجيني. ايضا عندنا الكيشن اكسشينج كاباسيتي اللي هو التبادل الايوني ال CEC. عندنا ايضا وجود الملوثات مثل اللايم او الكالسيوم او سلفر كونتنت Ca plus 2 Mg plus 2 في المد. ايضا الريزستيفيتي والالكتريكال ستابيليتي في الاويل بيز مد. احنا هنكتبها ريزستيفيتي افضل. سوري, الريزستيفيتي هذه فقط للاويل بيز مات. خلنا نشرح هسه, احنا عرفنا بعض الريولوجي من ناحيه الفيزيكال او الكيميكال, بس خلنا نشرح الريزستيفيتي بالنسبه للاويل بيز مات. الاويل بيز مات قلنا نضيف ما يقارب 55% من اويل بالاضافه الى برسنتج قليل من الووتر اللي هو يعتبر مرطب. ايضا هذا يعتبر emulsified, يعني مستحلب, مستحلب زيتي. فبهاي الحاله, نريد نشوف استقراريه الماء داخل الاويل بيز مود. شلون نسوي استقراريه الماء بهذه الحاله؟
بهاي الحالة استقرارية الماء بداخل الأويل بيز مد، لازم نعرف أنه الأويل غير موصل كهربائيا، أما الووتر موصل كهربائيا. راح نجيب باث نخلي بيه الأويل بيز مد، وننزل إلكترود بهاي الحالة، تمام، ونبدي نرفع الفولتية. الفولت نبدي نرفعها من 0 إلى 350 فولت. إذا خلال عملية من 0 إلى 350 فولت خلال رفعنا للفولتية مر تيار هنا، يعني صار توصيلية مر تيار، معناها استقرارية المستحلب اوكي، يعني اكو ووتر اكو موصل. في حال انه تجاوزنا ال 350 والتوصيلية بعد ما موجودة ما مر تيار خلال الالكترود بين الكترود 1 والكترود 2، معناها الاستقرارية مالت الاويل بيز مود غير جيدة. فهذه فقط يقيس لنا على الاستقرارية بين الاويل بيز مود وبين سوري الاستقرارية مع الاويل بيز مود بالنسبة للووتر الى الاويل. نكمل. احنا قلنا لازم عفوا بالنسبة للريولوجي تتمتع الى خواص فيزيائية وخواص كيميائية، فلهذا نشوف دائما الاشخاص اللي يعملون في القطاع النفطي كصفة drilling fluid engineer يتمتع بخواص، عنده يعني مهارات كيميائية، عنده مهارات فيزيائية كحسابات فيزيكس، وعنده أيضا مهارات بالماث اللي هي حسابات الرياضية، لأن نعرف أنه يحتاج إلى بعض المهارات الكيميائية كخلط مواد، أيضا لازم يعرف خواص المواد الفيزيائية بالإضافة إلى هذه الحسابات الرياضية، فكل هذه لازم يعرفها. أيضا خلال عمليات الحفر بالعادة يسوي عدة تيست للدرلينج فلويد مالته. التيستات عندنا نوعين من التيست، التيست الروتيني والتيست التشخيصي. بالنسبة للتيست الروتيني هذا يسوي على طول اليوم، طبعا بالعادة أيضا يسوي كل أوقات، كل ساعة، كل نص ساعة مثلا. من التيستات الروتينية، من الفحوصات الروتينية، إنه يقيس الدنسيتي وزن السائل والفيسكوسيتي اللي هي لزوجة السائل. فوزن السائل بالإضافة إلى لزوجة السائل تعتبر هذه خواص، يعتبر هذا التيست روتيني. أما التيست التشخيصي فيقيس كل الخواص الكيميائية والفيزيائية اللي ذكرناها سابقا، اللي هي الفيسكوسيتي، اليلد، جيل فلتر لوسز، السوليد كونتنت، البي اتش، السي اي سي، وجود الكونتامينيت ايونز او مثلا الكالسيوم، المغنيسيوم وغيرها. بالاضافه للاويل بيز ما حيقيس التوصيل، الممانعه او الريزستيفيتي. طبعا بالنسبه للفحوصات التشخيصيه بالعاده يسويها بين مرتين الى 4 مرات باليوم. لو نشوف على ايدنا اليمين، هذا فورما للدرلينج فلويد. الدرلينج فلويد اللي هو يعتبر هذه الفورما هي اي بي اي ستاندر، اغلبيه الشركات العالميه تتعامل بيها، من الشركات المنفذه للدرلينج كونتراكتر، من شلمبرجر، بيكر هيوز، هاليبرتون وغيرها، كلها تتعامل في هذا نفس الفورما اللي هي تعتبر اي بي اي. لو نشوف هذه الفورما حيذكر لنا الدبث، حيذكر لنا الدنسيتي، حيذكر لنا اليلد بوينت، حيذكر لنا البلاستيك فيسكوسيتي، هذا ايضا الجل سترينث،
الـ pH number، الـ filtrate losses، الـ percentage مالت الكالسيوم واللايم والمغنيسيوم، كلها هذه حيذكرها في الـ API form. هسه نجي للـ rheological models. شنو rheological model؟ بالعاده بالدرلينج فلويد مالتنا، خلنا نشرح شنو معنى موديل على مود نعرف شنو احنا جاي نتكلم بالنسبه للريولوجيكال مودلز. لو عندنا معادله رياضيه بسيطه تقول اكس تساوي النواعي، أردنا نرسمها بيانيا بهذا الموضوع. بيانيا الـ X تساوي لنا Y راح تصير بهذا الشكل، صحيح؟ زين، إذا أجينا قلنا لا، الـ X تساوي لنا Y تربيع، الرسم البياني مالتنا راح يصير بهذا الشكل. إذا أجينا وقلنا X تساوي لنا ساين الـ X، الرسم البياني مالتنا حيصير ساين ويف، صحيح؟ فكل وحدة من هذن، كل وحدة، كل فانكشن من هذه الفانكشنات تعتبر موديل. يعني لو أجينا قلنا بالمعادلة الأولى مثلاً الـ X والـ Y حطينا نقاط 2 ب2، 3 ب3، 4 ب4، وأني جيت سألت قلت هذه النقاط على أي موديل تنطبق؟ أكيد حيروح على هذا الموديل اللي هو هذا الموديل، تمام؟ لو إجيت وقلت لا، النقاط 2 ب4، تمام؟ 3 ب9، 4 ب16، على أي موديل تنطبق؟ أكيد حنروح على الموديل اللي هو X يساوي لنا Y تربيع. فهذا معنى المودلز، اللي هو الأرقام الفعلية من نسقطها على الرسوم البيانية حتولد لنا فد رسم بياني مطابق إلى معادلة معينة تعتبر هي المحتوى للأرقام اللي سقطناها على الرسم البياني فتسمى بالمودل. فنجي أيضا، احنا قلنا عندنا خواص كيميائية وفيزيائية، من هذه الخواص الكيميائية، من الخواص الفيزيائية اللي هي اليلد، اللي هي البلاستيك فيسكوستي واليلد بوينت، تمام؟ فهذه الأرقام اللي هي من أجي أني أسقطها بيانيا أشوفها شنو ترسم لي على أي موديل. طبعا المودلين عندنا تو مودلز، الأول اللي هو بينغهام موديل، وعندنا باور لو موديل. تمام، بالنسبة للموديل مالت الباور لو، سوري، الموديل مال بينغهام شو يقول؟ يقول الشير ستريس يساوي انه البينغهام ييلد بلس الفيسكوسيتي في الشير ريت. تمام، هسه خلينا نشرح مبدئيا شنو هذا الكلام. لو رسمت بيانيا هذا الرسم يمثل لنا الخط الافقي الشير ريت، والخط العمودي يمثل لنا الشير ستريس. Sorry. زين، أنا إجيت جبت جيفان ميتر أو فيسكو ميتر اللي هو يقيس لي الشير ستريس اللي هي ظاهرة
القص بالنسبة للدرولينج فلويد، وخليت هناني درولينج فلويد بالويسكوميتر. هسه الدرولينج فلويد في حالة استقرارية، صح؟ وبعدين دخلت المكسر بداخل الدرولينج فلويد، هذا المكسر. المكسر راح يفتر بار بي ام معينة. بنفس الوقت من ينطيني ار بي ام راح، لان الفلويد من يفتر حينطيني يعني معاكسة او قوة رياكشن بالنسبة للقص. يعني الار بي ام مالت المكسر من يفتر راح يقص الفلويد، راح يسوي له شير. اما بالنسبة للمعاكسة الرياكشن مالته حينطيني كأنه تورك، اللي هو يعطيني رياكشن. تمام، هسه الفلويد في حالة استاتيك. أنا بديت أشغل المكسر، شغلته فور اكزامبل 6 ار بي ام، بدأ التورك يصعد. الفان او التوربين او اي شيء الامبلر بعد هي ما متحركه والتورك يصعد. التورك من يوصل الى قيمه معينه اللي هي قيمه مساويه لقيمه القص، يعني بهاي الحاله هسه التورك يقدر يقص الفلويد، بهاي الحاله يلا يبدي الامبلر يتحرك. فهذه يسموها بينغهام بوينت، اللي هي النقطة اللي يبدي بيها الامبلر يقص الفلويد. يعني قبل هاي النقطة من يكون التورك قليل أو قوة الدوران قليلة ما راح يسوي لنا شير ستريس، كأنه يبقى الامبلر ثابت ما يتحرك، لأن بسبب قوة الرياكشن مال الفلويد. يمتى ما قوة الامبلر كانت عالية بحيث سببت لنا شير ستريس، سببت لنا قص، فبهاي الحالة يبدي يتحرك تدريجيا تصاعديا. يعني كل ما زيدنا سرعة الدوران الشير ريت حيزداد وياها الشير سترس. تمام، هذه نظام الباور لو. الباور لو هاي طبعا الفيسكوسيتي في الشير ريت زائد البينغهام. يعني البينغهام ما يبدي بالشير ريت الى ان يوصل الى الشير بوينت. اما بالنسبه للباور لو، الباور لو مالته نفس تقريبا شبه مشابه الى البينغهام كمودل، لكن المعادله مالته بالنسبه للشير ستريس الى نقطه القص تساوي لنا كي شير ريت مرفوع للان. لو ردنا نرسم الباور لو حيصير بهذا الشكل تقريبا يعني بهذا الشكل. فهذه المودل مالت البينغهام، هذا المودل مالت الباور لو. بالنسبه للباور لو اللي هو الان يعبر الفلو بيهيفير اللي يسلكه الفلورايد. اما بالنسبه للكي هو الكونسستنسي اندكس اللي هو معامل الامتزاج. ف احنا قلنا عندنا، عرفنا شنو الشير ريت، عرفنا اللي هو التاو، عرفنا ايضا سوري عرفنا الشير ريت وعرفنا الشير ستريس اللي هو التاو. ايضا هسه نجي الى معاملتين او بارامترين نقيس بهن الشير ريت والشير ستريس. اول شيء عندنا البي في اللي هو البلاستيك فيسكوسيتي، وعندنا الواي بي اللي هي اليلد بوينت. تمام، بالنسبه احنا مو قلنا الفيسكوميتر او الجيفان ميتر حنشغله في ار بي ام. طبعا الار بي ام اللي نقيس بيهن بالعاده كستاندر 3 ار بي ام، بعدين نرفعها الى 6 ار بي ام، بعدين 100 200 سوري
بعدين 300 600. وعند كل ار بي ام من هاي الار بي ام نقيس الرياكشن اللي هو التورك اللي يصير بالشير ستريس. فالبلاستيك فيسكوسيتي راح تساوي لنا القراءة اللي طالنا اياها ال 600 ناقص القراءة اللي انطتنا اياها ل 300. تمام. اما بالنسبة لليلد بوينت يساوي لنا اليلد بوينت يساوي لنا القراءة اللي انطتنا اياها ل 300، القراءة اللي انطتنا اياها 300 ناقص البي بي البلاستيك فيسكوستي. ايضا معادلة يقول لك اليلد بوينت تساوي لنا 75% او 0.75% من البنغهام يلد بوينت اللي هي هذه اللي تاو زيرو اللي هي بداية الشير ستريس. اما الاكسبوننت ان المعامل او المعادلة اللي نطلع من هذا الاكسبوننت ان هو 3.322 لللوغارثم للقراءة مالت ال 600 على القراءة مالت ال 300. أما بالنسبة للكي يساوي 510 في القراءة مالت ال 300 على ال 511 للإكسبوننت للآن. هسه عرفنا طبعا بالنسبة للبينغهام والباور لو اثنيناتهم أيضا نيوتنيان والنون نيوتنيان فلويد راح نتعمق بهم جدا جدا بالهيدروليك بالهاي، يعني عندنا فصل او سيشن كامل فقط اسمه هيدروليك، فراح نتعمق بهم وراح ندرس الخواص اللي يتمتع بها البنغهام موديل والباور لو موديل وكيف نفرق بيناتهم وكيف نستخدم بيناتهم، يعني شلون نستخدم الباور لو وشلون نستخدم البنغهام. طبعا المد فلويد هسه نجي المد فلويد حينطبق عليه الباور لو او ينطبق عليه البنغهام. هسه نساعد هل هو بنغهام او هو باور لو؟ هو بالحقيقه لا بنغهام ولا باور لو، هو دائما نشوفه بيناتهم، هو يسلك خواص البنغهام ويسلك خواص الباور لو. فاني من اجي اسوي الدريلنج فلويد بروجرام اشوف البارامترز مالتي اقرب المن للبنغهام لو للباور لو، فاذا اقرب للبنغهام هعتبره بنغهام، اذا اقرب للباور لو هعتبره هو باور لو. عفوا. هسه نجي الى خاصيه اللزوجه، سوري اتس نوت اللزوجه اتس نوت فيسكوستي، الفلويد لوسز. تمام. الفلويد لوسز احنا قلنا انه هذه الفورميشن مالتنا او الويل بار مالتنا، جزء من الويل بار مالتنا يعتبر هو غشاء شبه نفاذي، فراح يصير كوميونيكيشن بين الووتر اللي هو الكونتينيوس فيز بالدرولينج فلويد وايضا الفورميشن اللي موجوده، يعني راح يصير انتقال. طبعا عند انتقال الفلويد، عند انتقال الطور المستمر اللي موجود بداخل ووتر بيز ما ادري ايش راح يصير عندنا، راح تقل الفلويد بيرسنتج، صح؟ الفلويد بيرسنتج راح تقل، ايش راح تزداد بالتالي؟ راح تزداد السوليد بيرسنتج. اذا قلت الفلويد بيرسنتج راح تزداد السوليد بيرسنتج. من تزداد السوليد بيرسنتج من احد انواع السوليد قلنا الفاين سوليد اللي هي low specific gravity وتكون active، فدائما نشوف من يصير عندنا fluid losses، يعني يصير عندنا انتقال من الطور المستمر بين ال well bore وبين ال formation حيزداد عندنا ال viscosity. وطبعا ال viscosity من تزداد، صح هي ظاهرة مفيدة انه لان كل ما ازدادت اللزوجة حيزيد لي من الكلينينج اندكس اللي يسمونه هو معامل تنظيف او الهول كلينينج اندكس، معامل تنظيف البير، يعني يكون البير يعني خالي من الكاتينج ويكون نظيف. بس بنفس الوقت اذا زادت عندي اللزوجه البامبنج بريشر، البامبنج بريشر
sorry. اللي ينضخ به المائع المزج الفلويد اللزج يكون اكبر من الفيسكوس من البامبنج بريشر اللي نضيخ بيه الفلويد الغير لزج، فلهذا البامبنج بريشر راح يزداد عندي، واذا ازداد عندي البامبنج بريشر راح يزداد عندي البريشر المسلط على الفورميشن، وبالتالي ممكن يسوي لي فراك في الفورميشن. تمام، فاني لازم اعرف من يصير عندي فلويد لوسز فينومينا ويبدي كوميونيكيشن بين الفلويد والفورميشن، بالتالي نهايتها حسوي فراك للفورميشن. زين، اني على مود اقيس الفلويد لوسز، على مود اعرف ايش قد الفلويد لوسز مالتي، ايش قد الانتقاليه مالت الفلويد بين الغشاء اللي هو شبه نفاذي، اقيسها بجهاز يسمونه فلتر ابرس. تمام، او اي بي اي فلتر ابرس. الفلتر بريس عبارة عن جهاز بانيوماتيك ضغطي بفلتر يشبه مسامية الفورميشن، غشاء شبه مسامي. المساحة مالت هذا الغشاء تساوي لنا 45 سنتيمتر مكعب مربع، سوري. أحط على هذا الغشاء، أضع على هذا الغشاء كمية من الفلويد أو الدرولينج فلويد، وسلط على هذا الغشاء ضغط بمقدار 100 بي اس اي. تمام، وانتظر، وجوا الغشاء موجود عندي باث او كولكتر، وانتظر لمدة 30 دقيقة، فراح يصير مرور للسائل الووتر اللي هو الفلتريتد ووتر او فلتريتد فلويد، راح يصير من خلال الغشاء ويبدي يتجمع ب الباث او الكولكتر وحينتهي بيه بهذه الطريقة. فخلال نص ساعة اقيس ايش قد عندي لتر صار ب سي سي، ايش قد اتجمع خلال نص ساعة. فهذا يسموها فلتر بريس، اي بي اي فلتر بريس، اللي يقيس لنا نسبة تدفق السائل. هاي وحدة. لو نرسم نسبة تدفق السائل بالنسبة للوقت، احنا نعرف كل ما زاد الوقت يعني فوق النص ساعة او يعني من الصفر الى النص ساعة، كل ما ازداد الوقت حيزداد الفوليوم او الحجم اللي متجمع بالباث، صحيح؟ زين، الحجم الاولي، لان نعرف انه اول ما نحط المادة ونسلط عليه 100 بي اس اي مباشرة حينطينا حجم اولي. ليش؟ لان الفلتر بعده نظيف، ما متوغله بيه السوليد، الفلتر بعده نظيف، فمباشرة حينطينا
السلام عليكم، ايش قد صاير ما تسمعون الكلام؟ انا ما انتبهت. الـ9:10 وهسه بايش ساعة؟ قبل دقيقة صح؟ في 3 دقائق، في تمام دقيقتين دقيقة. تمام ان شاء الله خلاص. بعد نرجع نكمل على الفلتر بريس. اني اعتذر ما انتبهت، شوي كنت بعيد على الشاشة. فهذا الفلويد اللي جمعناه اللي هو الاس بي فوليوم، بالاضافه الى الفوليوم اللي جمعناه خلال 30 دقيقه الباقيه اللي هو يعتبر هذا، يعني هذا الفلويد زائد هذا الفلويد، حينطينا ايش قد جمعنا بال30 دقيقه. لكن بعض المود انجينير اللي موجودين بالريكسايت يقول لك انا ما اقدر انتظر نص ساعه لان عنده اشغال هوايه، لازم يشيك البروبرتيز بين يعني الريولوجي مالت الدرولينج فلويد مالت، تمام، عنده امور بالواتساب وشاتنج، يقول لك يعني ما عندي وقت اصرف نص ساعه انتظر، ما اسويها نص ساعه. فشو يسوي؟ ياخذ الفوليوم اللي جمعه ب 7.5 مينت، تمام، ويضربه في 2، لأن لو ربعنا 7.5 تربيع حتنطينا 30 منت. فالفوليوم اللي جمعه ب 7.5 منت حيضربه في 2، تمام. زين، احنا شو نقول؟ نقول 2 في الفوليوم اللي جمعناه في 7.5 ناقص الفوليوم مالت الاس بي، لان الاس بي ما محسوب، احنا راح نحسب بس اللي جمعناه فوق الاس بي، صحيح؟ زائد بعدين لان ال 30% العفو بال 30 منت هم لازم نجمع الاس بي الاساسي، فنقول فوليوم اس بي، تمام؟ فهذه المعادلة راح تصير بهذا الشكل. فبس نختصرها، يصير فوليوم ابو 30 يساوي لنا 2 في فوليوم مال 7.5 منت زائد الفوليوم مال الاس بي. هذا فقط توضيح بسيط عن الفلتر بريس او اي بي اي فلتر بريس اللي يقيس لي نفاذيه الفلويد من خلال السيمي، يعني انه شبه نفاذي او السكرين الشبه نفاذية اللي موجودة. ناخذ شوية ريست 3 دقائق ان شاء الله ونرجع لو سمحت.
هسا نجي للبي اتش نمبر وقياس طريقة قياس البي اتش نمبر. طبعا البي اتش نمبر يحدد ان نسبة نعرفها كيميائيا، كنا انه هو نسبة الهيدروجين او نسبة ذرة الهيدروجين اللي موجودة في المركب، اللي تحدد لنا هل انه المركب مالتنا قاعدي او هل المركب مالتنا حامضي. ونعرف انه الماكسيمم بي اتش نمبر يتراوح بين 0 الى 14، ويعتبر الحد الوسطي مالتنا 7. فاذا كان طبعا 7 هو المتعادل، اذا كان اكبر من 7 يعتبر ألكاين اللي هو قاعدي، وإذا كان أصغر من 7 يعتبر هو أسيد. تمام، فعدنا أما يكون أسيد أو يكون قاعدي على نسبة أو رقم البي اتش اللي موجود في داخل الفلويد. طبعا الدرولينج الفلويد مالتنا هل يكون قاعدي أم يكون حامضي؟ الدرولينج الفلويد مالتنا حيكون قاعدي لعدة أسباب. أول سبب الدرولينج فلويد يكون قاعدي بسبب التآكل. نعرف انه اغلبيه الاكوبمنت اللي احنا نستخدمها اما ستيل او حديد او قلنا تنجستين كاربايد او يكون ستيل مدعم اللي هو الفولاذ، وكل هذا انه يتاثر بالحامضيه، لكن ما يتاثر القاعديه ما تسوي لي كروجن في الدرول بايب او الدرول سترينج، لان ما تسوي تفاعلات تاكل مع الحديد. لهذا نشوف جميع الدرونج فلويد مالتنا قاعدي بسبب انه يتخلص من التآكل. الموضوع أعتذر، صار أعتقد شوي انقطاع بالإنترنت، فنكمل. فنعرف أنه استخدمنا القاعدية، قلنا على مود نتخلص من التآكل. النقطة الثانية، نستخدم القاعدية نعرف أنه أغلبية المواد والمركبات اللي تقلل الشد السطحي، ومن أمثلها مثلا الصوابين، صوابين الغسيل أو أمور التنظيف، هي مواد قاعدية. لهذا يستخدم المواد القاعدية لتوليد الرغوة على مود التنظيف، لأن نعرف الـ BHA مالتنا أو البت بصورة عامة، هذه البت مالتنا، من أحد المشاكل اللي تواجهنا خلال الحفر هي يسموها بت بولد أب. بت بولد أب إنه تصير أطيان وكتنج على الكترات مالت البت، وهذه طبعا ما تتخلص الا بزياده القاعديه على مود نقلل قوه الشد السطحي بين الاطيان والكترات، وبالتالي تبقى البت نظيفه. لهذا نستخدم القاعديه. بعد النقطه الاخيره والاهم لاستخدامنا للقاعديه هو موضوع مهم، اللي هو زياده القاعديه معناها عفوا الاديتيفز اللي تصير ميكسينج ويا الالكاين. بالنسبه اللي تصير ميكسينج ويا الاسيد، الاديتيفز ويا الالكاين تصير اكبر بكثير من اللي تصير ميكسينج ويا الكاتين ويا الاسيد سوري. فلهذا بما انه عدد المركبات اللي تنخلط ويا القواعد اكثر من اللي تنخلط ويا الحوامض، لهذا دائما يتوجهون الى القواعد، لان هواي اديتيفز نقدر نستخدمها ويا الجو القاعدي او الميديا القاعديه. فهذا ايضا يعتبر الاساس الثالث. زين، شلون نقيس البي اتش نمبر؟ البي اتش نمبر يقاس طريقتين، اما طريقه كهربائيه اللي هو الكترونيك بي اتش ميتر اللي يعتبر الكترود سوري الكتروني، مجرد نغمسه في المحلول وراح يطلع لنا الرقم الهيدروجيني اللي يحتوي المحلول، او بواسطه البي اتش بيبر اللي تعتبر اوراق محمله بصبغه، وهذه الاوراق هي تقيس لنا البي اتش نمبر. اكيد كنا احنا بالكيمياء ماخذينها البي اتش نمبر، ونعرف شنو معنى البي اتش نمبر والاوراق المحمله،
وهذه الأمور. لكن في التوضيح بسيط، مثل ما قلنا، قلنا هذا السوفت وير اللي موجود عندكم اللي يحب ياخذه موجود هو أونلاين، بس نكتب كيميكال كروكودايل راح يشوف كل الأمور اللي خاصة سوري راح يشوف كل الكيميكالز موجودة هنا. فهذا بس توضيح بسيط على استخداماته. طبعا هو موجود فري للأشخاص اللي يحبون يستخدمونه. سوري هذا الـ pH meter، مجرد نغمسه في المحلول حيطلع لنا الرقم الهيدروجيني. بما أنه أنا استخدمت حاليا الـ H2SO4 بتركيز عالي، فنشوف أنه الرقم الهيدروجيني اللي انطالنا إياه هو جدا عالي، اللي هو صفر، اللي يعتبر هو حاليا أسد. أيضا لو ضفت له بعض القاعدية KOH اللي هو طبعا تكون ملح، يعني جاي يترسب عندي ملح، فارتفع الرقم الهيدروجيني إلى 1.18. فهذا فقط توضيح على استخدام هذا البرنامج اللي حاب يستخدمه. إن شاء الله راح نستخدمه بهذا الفصل على مود نعرف بعض الأمور اللي خاصة بالدرولينج فلويد. هسه خلصنا الـ pH. هسه نجي لبعض الملوثات اللي تتواجد داخل الـ drilling fluid. طبعاً الـ drilling fluid يصير بـ contamination خلال الاستمرار بالـ drilling operation، خلال عمليات الحفر أكيد الـ drilling fluid حيصير بـ contamination. من الأمور اللي يسوي لنا contamination هو الـ CL، تمام، والسي اي والاس او 4 والمغنيسيوم. هذه طبعا كلها تعتبر ملوثات بالنسبه للدرولينج فلويد. اما تجي لي بالعاده اغلبيتهم ذن يجلي من الطبقات، يعني من الطبقات، بالاضافه الى هذه كلها طبعا السي او 2 ايضا، وعدي الـ O2 أيضا يجي لي من الطبقات. الـ O2 الأكسجين إيش قد ما نشوفه بسيط لكن مضارة جدا عالية في خلال عمليات الحفر، راح نعرف مضارة. زين أني شلون أعرف، يعني أعرف كل الـ percentage؟ طبعا تقاس هذه كلها الـ CL CA CO4Mg اللي هو المغنيسيوم و CO2 والـ O2 كلها تقاس بالـ percentage، volume weight percentage sorry weight percentage. زين شلون اني اعرف نسبة الوزن مثلا مال CA او الـ SO4 بالنسبة للمحلول اللي موجود عندي، على مود اعرف ايش قد نسبة تلوث المحلول بهذه المادة؟ اسويها من خلال عملية التصحيح. هسه راح نعرف شنو عملية التصحيح، وراح نسوي تطبيق بهذا البرنامج اللي تكلمنا عليه بالكروكودايل على مود نعرف شنو عملية التصحيح. هسه عندنا مصطلح اللي هو الالكالينيتي، اللي هو معناها مقدرة المحلول على التفاعل مع سوري نعم مقدرة المحلول على التفاعل مع الحوامض. هذه عندنا نوعين، عندنا تيست نسميه أو تصحيح نسميه يطلع لنا قيمة الـ PM، وتصحيح يطلع لنا قيمة الـ PF. وهسه ثاني عندنا يطلع لنا الـ M، هسه راح نشرح كل واحدة منعتهم شنو الـ PM وشنو الـ PF وشنو الـ MM وشنو الـ MF. قبل لا نبدي بالشرح، M معناها mud، F معناها filtrate،
الماد مينينجي بالماد عادي اللي ناخذه احنا نسوي عليه التست، الفلتريت الناتج من الاي بي اي فلتر بريس اللي شرحناه الجهاز السابق. بالنسبه الى البي ام والبي اف، البي ام والبي اف يطلع لي نسبه اللاين اللي موجوده بالمحلول مالتي، تمام؟ البي ام والبي اف يطلع لي نسبه اللاين اللي موجوده بالمحلول مالتي. هسه راح اطلع اني شلون نطلع البي ام والبي اف. لو نقرا شو يقول؟ يقول نصحح سلفوريك اسيد بتركيز 0.02 نصححها على المحلول. طبعا نضيف، قبل لا نشتغل نضيف فينونفثالين اللي هو يعتبر انديكيتر نضيفه للمحلول، ونبدي نصحح سلفوريك اسيد للمحلول. من يتغير لون المحلول من لون بينك الى لون شفاف يعتبر المحلول وصل الى البي اتش 8.3، ويعتبر هاي النقطة المالتنا اللي هي الستوب بوينت. هسه خلينا نتكلم عن الكلام افضل ب الكروكودايل. احنا المحلول مالتنا قاعدي صح؟ لنفرض ضفنا محلول قاعدي، لو قسنا هسه البي اتش مال المحلول القاعدي لو نشوفه ينطينا 14. نروح للاسيد سلفوريك، اوكي هو احنا طلعنا السلفوريك اسيد. احنا هسه هذا يعتبر المد، الكي او اتش فور اكزامبل نعتبر المد لان المد مالتنا قاعدي. ناخذ انديكيتر اللي هو الفينون الثاني، نروح على الانديكيتورز اللي هو الفينون الثاني اللي هو هذا، ونروح على ناخذ السحاحات. اللي راح يصير راح نحط فينولفثالين بالماد، صار لون الماد بينك، تمام؟ هسه نترس السحاحة بالسلفريك أسيد ونبدي عملية التصحيح. نظل نسحح بالسحاحة إلى أن يتغير لون المحلول يصير شفاف. طبعا راح ياخذ له وقت على مود لا ياخذ وقت، نحط شوية. فلو نشوف هسه صار لونه شفاف، يعني راح اللون البينك مالته ورجع لون المد الأساسي. نحسب شقد فوليوم سححنا، شقد يعني ايش كم سي سي شقد سححنا. مثلا فور اكزامبل 10 سي سي، نقول انه البي ام بما انه هذا مد فنطلع قيمة البي ام. البي اف حصير بالفلتريت فلتريت فلويد اللي اخذناه من الاي بي اي فلتر بريس. فهذا عملية التسحيح. هسه لو نقيسه حنلقاه 8.3 او قريب الى، ولو احنا حطينا شوية هاي H2SO4 عالي، لكن مجرد فور اكزامبل لانه هو H2SO4 عالي فطلع الرقم عالي، بس هو من يتغير لونه مباشرة للشفاف معناها يقرأ قاعدية 8.3. فبالتالي طلع عندنا، هسه طلعنا البي اف وطلعنا البي ام. انا مد نطلع ايش قد نسبة اللايم اللي موجودة بالفلويد اللي تعتبر contamination للفلويد من هذه المعادلة 0.26 multiplied by bm minus a fresh هذا الwater volume multiplied by pf، حيطلع لنا ايش قد اللي هو هذا free water، ال F water معناها free water في multiply في ال PF، حيطلع لنا ايش قد اللايم اللي موجود. اللايم سوري ال MM وال MF نفس الشيء بالضبط، نستخدم بالتصحيح، نستخدم sulfuric acid
بس ننزل البي اتش من 8.3 الى 4.3، والانديكيتر اللي نستخدمه لتغيير اللون على مود نتاكد انه وصل الى 4.3 بمكان ما نستخدم فينون فتالين حنستخدم مثيلي اورنج. تمام، فنفس الشيء نروح احنا حاليا وصلنا فور اكزامبل نقول وصلنا لل 8.3، يعني حاليا المحلول هو 8.3، الانديكيتر مالتنا كان فينا فتالين، هسه نستخدم الانديكيتر مالتنا مثيلي اورنج، نجيب المثيلي اورنج صار لونه اصفر، نبدي نسحح بالسلفوريك اسيد الى ان يتحول الى لون احمر على برتقالي، نبدي نسحح بمكان ما نطول نحط H2SO4 الى ان يتحول الى هذا اللون. تمام، من يتحول الى هذا اللون مباشرة نوقف التسحيح ونقيس ايش قد سوينا تسحيح بالنسبة للسلفوريك اسيد، هو يعتبر الام ام وايضا الام اف نفس الشيء لكن خاص بالفلتريت، ننزل البي اتش نمبر من 8.3 الى 4.2. أنا طبعا جاي أضيف على مود بسرعة خلص التجربة، جاي أضيف H2SO4 بنسبة عالية فجاي نشوفه يصير حامضي. فهذا فقط توضيح على إيش قد نسبة أو قابلية التفاعل بالنسبة لللايم أو إيش قد فري لايم موجود بالمد. سوري. ايضا على مود اعرف ايش قد كلورايد موجود، يعني ايش قد اكو كلورايد موجود داخل المد، ايضا بنفس الطريقه بطريقه التسحيح لكن استخدم سيلفر نيترات اللي هو نيترات الفضه، اسححها واشوف ايش قد نسبه موجوده، يعني نسبه سوري نسبة كلورايد موجودة بداخل الفلويد. أما الانديكيتر مالتي فاستخدم بوتاسيوم دايكرومات هو كانديكيتر، راح ينطيني الاند بوينت اورنج تو ريد على مودي اشوف ايش قد عندي نسبة كلورايد، بعدين احسب الكونستريشن اوف كلورايد نسبة تواجد الكلورايد في داخل الفلويد من خلال الفوليوم مالت الفلويد مضروب اللي هو سوينا له تسحيح بنسبة في ألف، أما الكونستريشن اوف NaCl السولت نفس المعادلة لكن أضربها ب 1650، ففقط هذه معادلات على مود أطلع تركيز الكلورايد. أيضا بالنسبة لحساب CaC اللي هو ينطيني الهيدرويت مال الكلي بداخل المد اللي هو يعتبر قابلية السي اي سي، واحنا قلنا هو تبادل الشحنات اللي ينطيني هو قابلية تميئ الكلي او الشيل بداخل الفلويد او تميئ البنتونايت داخل الفلويد. ايضا راح استخدم مثيلي لين بلو بس ليس الاورنج، حستخدم بلو لي ك solution على مود اسوي التيست مالتي، لكن تركيزه هو 0.01. نفس الشيء على مود اقيس السي اي سي اللي هو ينطيني اذا يراويني او يشوفني قابليه تميئ الفلويد او سوري قابليه تميئ الكلي بالفلويد. فهذه فقط توضيح بسيط عن التسحيح، وعرفنا شنو معنى الـ PM والـ PF والـ MM والـ MF. الـ P جاية من فينون فتالين، أما الـ M جاية من مثيلي أورنج. وكذلك أيضا عرفنا شنو نترات الفضة اللي نستخدمها في قياس نسبة الكلورايد اللي موجودة بالفلويد. هسه عندنا أهم تيست اللي هو البايلوت تيست، اللي حب يسوي البي ام والبي اف اللي عنده وقت خلي ينزل الكروكودايل كيمستري
جدا ممتاز. شنو بي كل الانديكيتورات اللي واحد يحتاجها من فينولفتالين، ايضا كل الميجرمنت اكويبمنت من ناحيه البي اتش بيبر او من ناحيه البي اتش انديكيتور اللي هو البي اتش انديكيتور اللي تكلمنا عليه، يقيس بواسطه اي ام اف اللي هو الكترومغناطيك فيلد، وحيطلع لنا قيمه البي اتش اللي احنا جاي نستخدمها. هسه نجي الى فد شيء يسمونه البايلوت تيست. البايلوت تيست فشي بسيط نسويه قبل لا نخلط الماد. بالنسبه للدرولينج انجينير او اي شخص من يجي يخلط الماد، الماد مالته ممكن يكون فيلد، يعني مو ممكن يكون سكسس، ممكن قابل هو للنجاح وقابل للفشل، صحيح؟ لأنه هو حيضيف عدة additives، يعني for example أنه إحنا نريد بهذا المد مالته يجي للدرولينج سوبرفايزر أو للدرولينج انجينير، الدرولينج انجينير يقول له صعد لي البرسنتج مالت اللوبريكانت إلى 6%، المد انجينير يجي يحط الأرقام مالته، يسوي الكالكوليشن مالته، يبدي يصعد بالمواد مالته، لكن ما ينجح، ما يحصل على هاي 6%، فهو قابل انه ممكن ينجح، وايضا نفس الوقت اكو بيرسنتج للفشل. فممكن انه من يخلط هذه الاديتيفز ويتعب، وايضا كوست وكل هذه الامور، وكل بعد كل هذا التعب ويصير بيه فيل، فيقول لك بمكان ما اني افشل وادمر المواد مالتي واستهلك الوقت وكله كوست وضياع وقت وضياع جهد، اسوي التيست مالتي على عينه بسيطه، تمام؟ اسوي التيست مالتي على عينه بسيطه، بمكان ما اجيب عينه ضخمه اجيب عينه بسيطه صغيرونه، واسوي اخلط المواد مالتي بعينه صغيره، اسوي التيستات مالتي على هاي العينه الصغيره، وبعدين ابدي اشوف اذا انطاني نفس البروبرتيز او الريولوجي اللي انا اريده، اوكي حخلط بعدين العينه الضخمه او الكبيره. فهذا يسمونه البايلوت تيست، انه يسوي كل التيستات على عينه صغيره. لو نشوف العينه هي منطيها نسبه التحويل، كل واحد باوند لكل بارل ينطينا واحد على جرام على 350 مللتر. فهذا مجرد هو توضيح بسيط عن البايلوت تيست. سوري. هنا أنا هذا الجدول، هذا التيبل ينطيني ايش قد اني اضيف ملح ال NaCl على مود اصعد الدنسيتي. طبعا الدنسيتي بهذه الحاله هنا مقاسه بال SG السبيسيفيك جرافيتي، وهنا نفس الدنسيتي مقاسه بال BBG، تمام؟ فايش قد نسبه الووتر بالنسبه الى السولت على مود يرفع لي هذه القيمه اللي هي specific gravity. for example أنا هسه specific gravity هو مجرد مي واحد اللي هو بال BBG 8.33 إلى أن ترتفع 1.2 اللي هي maximum density أقدر أوصلها مثلا بال NaCl، فراح تصير بال BBG إيش قد أحتاج pound of NaCl add to water per gallon، يعني أضيف على مود ارفع هاي القيمه اضيف 2.926 من باوند من ال NaCl على مود يرفع لي هالقد density بالووتر، تمام؟ يعني هذا الجالون مالت الووتر اضيف له هذا الباوند حيرفع لي density لل 1.2. هذا فقط لقياس لمعرفة التيبل. نفس التيبل موجود بالجرين بوك، اللي يحب يطلع عليه بالجرين بوك اكو فصل خاص اسمه درولينج ماد، يقدر يشوف بي ايش قد اسوي انكريز للسبيسيفيك جرافيتي. لو نشوف هذا التيبل مثلا، التيبل الاول خاص بالبارايت، التيبل الثاني مثلا خاص بالكالسيوم كاربونيت، وهكذا ال CaCO3، وايضا موجود بالاملاح، يعني موجود لل NaCl، موجود لل KCl، وهكذا.
هذا ال CaCl2 ايش قد اضيف؟ نفس الشيء بالنسبه للملح، اقدر ارفع بي الدنسيتي الى ماكسيموم 1.4. ايضا هذا التيبل، هذا ايش قد NaCl concentration بالمية، وايضا بالبي بي ام بارت بير مليون، بارت بير مليون وملي جرام على كل لتر. يعني السولت اذا البرسنتج مالته بالنسبه للويت الوزن اذا كانت 12%، ايش قد قياسها بالبي بي ام وايش قد قياسها بالنسبه للملي جرام بير لتر بس كونفرجن. خل هسه نتكلم على الأنواع اللي موجودة. قلنا إحنا عندنا 3 أنواع، اللي عندنا water based mud، وعندنا ال oil based mud، وعندنا ال gaseous based mud اللي هو يعتبر الطور الغازي. أي قلنا أيضا الطور الغازي عندنا بالنسبة لنا الفوم والاريتد، والwater based mud عندنا اللي هو الفريش ووتر نستخدمه الشيء البسيط، وايضا عندنا الايموسفايد اللي هو يعتبر المستحلب، وعندنا العادي البسيط اللي هو السمبل، وعندنا الكومبلكس. بالنسبه للووتر بيز ماد ايضا بي سب كلاسيفيكيشن مثل ما احنا تو تكلمنا. عندنا قلنا العادي اللي هو يعتبر فريش ووتر وبانتونايت وصودا اش وكاستيك صودا. الكاستيك صودا تعطينا القاعدية، لأن قلنا دائما احنا نحفر قاعدية، ولأن اي او اتش هو قاعدي فدائما صعد قاعدية بالكاستيك صودا. ايضا نحط الصودا اش على مود تنزل لنا الهاردنس مالت الفريش ووتر، على مود تسوي تسوي اجواء للبنتونايت للميكسينج. ايضا نخلط البنتونايت على مود ينطينا الفيسكوسيتي، فهذا يسمونه simple type of water based mud. زين، عندنا بعدين الكلاسيفيكيشن الاخر للووتر based mud، عندنا dispersed، عندنا non dispersed، عندنا weighted، وعندنا non weighted. يعني مثلا weighted شنو؟ اللي يكون مثقل. من نقول مثقل، من نقول انه المد مالتنا مثقل، شنو قلنا؟ لازم نستخدم high specific gravity solid بداخل الفلويد. من ضمن الهاي سبيسيفيك جرافيتي، اما نستخدم الجالينا اللي هو الاف اي 203، او نستخدم البارايت اللي هو مثلا البي اي اس او 4، او ايضا نستخدم الهيماتايت او البارايت او الجالينا. هذا يسمونه مثقل. الغير مثقل اللي نستخدم به لو سوليد لو سبيسيفيك جرافيتي بات ان اكتف، مو الاكتف، الاكتف زيدنا الفيسكوسيتي، الان اكتف زيدنا الدنسيتي. موجوده ايضا عده اداتيفز، من ضمنها طبعا السي اي سي او 3 اللي يعتبر جدا ممتاز، ويعتبر نون ويتد فلويد. وهسه نفرق بيناتهم، ليش نستخدم السي اي سي او 3 هنا وليش نستخدم البي اي اس او 4 هنا. يعني بالويتد نستخدم هيماتايت، جالينا او بارايت، وبالنون ويتد نستخدم السي اي سي او 3 بالعاده. ايضا راح نعرف الديسبيرست اللي هو المنتشر والغير منتشر. ايضا بالنسبه للكلي للاطيان، نعرف الكلي يصير بعمليه السويلنج، صحيح؟ الاطيان يصير بعمليه السويلنج. عندنا نوعين، عندنا الكوميرشال التجاري، وعندنا اللي هو يعتبر هاي سويلنج، وعندنا اللو سويلنج اللي هو الناتشرال. بالنسبة للكوميرشال اللي هو الهايست سويلنج ينطيني مادر فيسكوسيتي جدا عالي، اللي ينطيني هاي ييلد بوينت. اما اللو سويلنج الكلي اللي ينطيني اللو سويلنج، مثلا الكلورايت والايلايت نضيفهن، هذا ينطون لو سويلنج. عفوا بس ثواني لو سمحت.
طبعا أغلبية، بما أنه إحنا جاي نحفر بداخل فورميشن، فبالعادة من نحفر بداخل فورميشن قلنا من أحد النواتج مالت الكاتينج هي الفاين أكتيف سوليد. الفاين أكتيف سوليد قلنا ترفع لنا الفيسكوسيتي، فالفيسكوسيتي العالية شرحنا على مخاطرها شنو تسوي لنا. الفيسكوسيتي العالية ممكن تزيد لنا البريشر، بامبنج بريشر، بالتالي راح تزيد لنا الفورميشن بريشر، او سوري الضغط المسلط على البوتوم هول بريشر، وبالتالي كنتيجة محصلة نهائية ممكن يسوي لنا افراك او لوسز، وهذه تعتبر من مظاهر زيادة الفيسكوسيتي. فعلى مود السيطرة على الفيسكوسيتي نستخدم اما مركبات الفوسفات واللينايت او الكروم لينوسولفونايت. وعرفنا سابقا، قلت لكم مثلا اللينوسولفونايت يستخدم باللو، اتس نوت لو تمبريتشر، بس بالنسبه لللينوسولفونايت التمبريتشر وركينج تمبريتشر اقل من اللينايت. اللينايت تكون اعلى تمبريتشر ممكن احد يشتغل بها. هاي طبعا المركبات ك كوبراغو، او طبعا الكوبراغو مركب طبيعي يستخرج من الاشجار، ايضا الوظيفه الاساسيه مالته السيطره على الفيسكوسيتي العاليه. كل هذه المركبات كفوسفات لجنا سولفونايت لجنا اند كروم لجنا سولفونايت كلها حنشرحها بالتركيز، سوري يعني ندخل بالعمق، ومركبات ان شاء الله بنفس الفصل بالسلايدات اللي جايه. ايضا راح نعرف شنو معنى inhabited fluid و inhabited fluid، يعني inhabited fluid المخمدات والغير مخمدات وهكذا. اللي يعتبر مثلا inhabited fluid نعرف انه الكلي يصير بي swelling على مود نمنع خاصية السويلنج. السويلنج يصير بسبب انتقال الووتر او الطور المائي من الدرولينج فلويد الى داخل الفورميشن، فراح يصير عندنا سويلنج، وراح يصير عندنا رياكتيف بين الووتر والشيل، وبالتالي راح الشيل يصير بيه انتفاخ وراح يبدي يتساقط ويسوي لنا كيفنج. على مود نتخلص من هذه الخاصية لازم نضيف فد مركبات ما تسوي الانتقالية، يعني ما تخلي انتقالية، نسميها فلويد لوسز او سوري فلتريت لوسز كنترول اداتيفز، اللي من امثالها الاملاح. نصعد نسبة الاملاح اللي موجودة في الفلويد ونقلل من نسبة تبادل الماي بين الشيل فورميشن او الكلي فورميشن وبين الدرولينج فلويد. هسه بعض المصطلحات اللي احنا نستخدمها في ابار الحفر كمد انجينير. من اهم المصطلحات، انت كدرولينج انجينير او درولينج سوبرفايزر من تسوي فد اجتماع معين او تسوي تريد تتفق اتفاق معين ويا المد انجينير، تنطي فد مصطلحات معينه بالنسبه له هو مفهومه ويقدر يعني يفهمها. اللي من اهمها تقول له مد اب، هذه مصطلح المد اب، تقول للانجينير مد اب. شنو المد اب؟ معناها اخلط لي زياده بالفوليوم، الفوليوم زيده الي. مثلا اني كان المد مالتي 200 متر مكعب، تقول له سوي لي 300 متر مكعب، بس ما تقول له انكريز ذا فوليوم، تقول له مد اب، يعني صعد لي مستوى المد. زين، احنا نعرف اذا دخلت اكتف، قلنا اكتف فاين سوليد حسيد الفيسكوسيتي. من اهم الامور اللي نسيطر بيها على الفيسكوسيتي احنا نسوي دوليوشن، اللي هو تخفيف، نخفف بالماء. تمام، على مود نسيطر على الفيسكوسيتي ننزلها، نسيطر سوري نسوي دوليوشن، نزيد نسبه الفريش ووتر فنقول له دوليوشن. المصطلح الثاني الداليوشن، اما نقول له ايمولسيفيكيشن. تمام، شنو الايمولسيفيكيشن؟ او نقول له سوي لنا لوبريكانت اكثر. الايمولسيفيكيشن معناها ضيف شويه اويل للفلويد. تمام، ضيف شويه اويل
للفلويد. ايضا thinning، thinning معناها تقليل الفيسكوسيتي، density control من يسمع density control معناها لو يزيد لي الدنسيتي على مود يزيد الهيدروستاتيك بريشر او يقلل لي الدنسيتي. solid control من يسمع المد انجينير انه solid control معناها يقلل لي البرسنتج مالت الصلد اللي هي قلنا اس برسنتج اللي موجوده في الفلويد. طبعا الصلد برسنتج اما يعني يقللها بواسطه اللي هي صلد كنترول اكويبمنت اللي اخذناها امس اللي هي الشيل شيكر عرفناها والديساندر تمام والديسولتر والسنترفيوج وغيرها اللي تعتبر solid control equipment. او نقول لك chemical treatment من يسمع المهندس العطيان او مهندس chemical treatment راسا يروح باله على ال pH number معناها ال pH number مالته مرتفع تمام. فهذه كلها او نقول له contaminate removal اللي هو من يسمع contaminate removal رأسا يروح باله تلوث المد بال CA أو بال MA sorry ال MG أو تلوثه بالكلورايد وغيرها. فهذه كلها يعني مصطلحات نستخدمها أو يستخدمها الدرولينج انجينير بداخل الريك سايت أو أيضا حتى بالأوفيس. يعني هو الدرولينج انجينير عنده هذه المصطلحات الاساسيه من نقول له مد اب انكريز ذا فوليوم وراس اند دوليوشن يعرف ديكريز ذا فيسكوسيتي وهكذا. هسه نجي الى الفصل اللي اخذناه سابقا بمحاضره اول امس اللي هو عن السوليد كنترول اكويبمنت. قلنا احنا عندنا نوعين من الووتر بيزمنت ك الووتر بيزمنت يتقسم الى نوعين اللي هو weighted weighted وعندنا ال unweighted صحيح المثقل والغير مثقل. بالنسبه للويت للويتد نستخدم high specific gravity material اللي هي البارايت عندنا الهاماتايت سوري اف اي وعندنا مثلا الجالينا فور اكزامبل هذانا اللي نزيد بين هذانا الكاتينج بالمايكرون مالتين تكون كبيره كاتينج مالت البارايت تكون كبيره. اما الانويتد ماتيريال نستخدم لو سوليد لو سبيسيفيك جرافيتي سوليد اللي تكون الدقائق مالته inactive لكن صغيرة تمام. أنا من يجي لي الدرولينج انجينير وصممت مالتي الدرولينج فلوت إن كان بالحالتين يعني weighted أو unweighted من يطلع الكاتينج لازم أستخدم الشيل شيكر الديساندر الديسولتر. إذا كان weighted material المواد مالتي weighted material ما اقدر استخدم كل هذه الشل شيكر والديساندر والديسلتر والسنترفيوج ما اقدر استخدمهم كلهن لان في حال استخدمتهن حيعتبر هذن اللي هو الهاي سبيسيفيك جرافيتي اللي هي الكورس كورس ماتيريال حيعتبرها بالضبط هي كاتنج وحيطرح لي اياها الشل شيكر والديسنتر ديساندر والديسولتر حيطرح لي اياها للويسبت على اساس هي سوليد وعلى اساس هي كاتنج وحيخرب لي المد وايضا حيغير لي من الريولوجي حيغير لي الدنسيتي. الدنسيتي مالتي ممكن حتهبط باعتبار انه اغلبيه السوليد سوليد ماتيريال او سوليد اديتيف طرحها. فالشل شيكر ديساندر ديسولتر ما اقدر استخدمها. استخدم الشل شيكر بالنسبه للويتد ماتيريال شل شيكر وفد شيء يسمونه السايكلون مد كلينر كلينر بالنسبه للويتد ماتيريال تمام. المد كلينر هو شنو هو؟ هو شل شيكر
اللي نفسه أمس شفناه بالفيديو، ومنصب فوقه لساندر بقمع كبير، سايكلون مالته كبير، بحيث ما يطرح لي ما يطرح لي الهاي سوليد هاي سبيسيفيك جرافيتي اديتيفز. اما بالنسبه للانويتد ماتيريال او الانويتد فلويد، اقدر استخدم به شول شيكر، ديساندر، ديسلتر بصوره طبيعيه. فهذا الفرق بين الويتد ماتيريال والانويتد ماتيريال. فلو نشوف انه بالانويتد ماتيريال هقدر استخدم شول شيكر، ديساندر، ديسلتر، سنترفيوج، بس بالويتد ماتيريال لازم استخدم شول شيكر والهايدرو سايكلون اللي هو مد كلينر، اللي هو يعتبر يعني شول شيكر او مد كلينر اوفر شول شيكر. هذا فقط الكونفيجريشن. لو نشوف الصوره اللي موجوده على اليمين حاليا، هذا بالنسبه للانويتد ماتيريال. شول شيكر، من الشول شيكر حيصير هنا دليوشن، بعدين نروح على الديساندر، بعدين على الديسلتر، بعدين على الديسلتر، بعدين على السنترفيوج. بالنسبه للتخفيف مالت المي، احنا قلنا نسوي ديليوشن على مود ننزل الفيسكوستي. التخفيف دائما يصير بهذا المكان اللي هو يسمونه داون ستريم، تمام؟ يعني بين الشول شيكر والسوليد كنترول اكويبمنت الاخرى اللي هي الديساندر وغيرها. هذا الديليوشن دائما يصير بهذا المكان، ما يصير نسوي باي مكان اخر كتخفيف. اما بالنسبه لاداره اضافه المواد والكيميكال والميكسينج، يصير ابستريم اللي هو بعد الديسلتر او بعد السنترفيوج، اللي يصير بعد يصير بالاخير. ليش؟ لان لو ضفنا المواد الكيميكالز لو ضفناها داون ستريم، هي بعد من المواد اول ما تدخل للماد، اول ما تدخل للفلويد، تكون بعد قيمتها الصلد، بعد ما متفاعله، ما صاير بها الذوبان والتفاعلات وصاير الكيميكال رياكشن بيناتها، فتبقى بعدها هي على شكل صلد. فمن تبقى هي بشكلها الصلد، راح الديساندر والديسولتر والسنترفيوج حيطرحها، حيعتبرها صلد وحيطرحها. لهذا نشوف الكيميكال تنخلط دائما ابستريم، طبعا تنخلط داخل التانكس، يعني تنخلط داخل التانكس، لكن ابستريم يعني في بعد السنترفيوج. اما بالنسبه للتخفيف فهو مي، ما راح يطرح الديساندر ولا الديسلتر، فعادي لو كان داون ستريم. فهذه اضافه الديليوشن، اما بالنسبه لاضافه الكيميكالز حتكون ابستريم. فهذا الفرق بين الانويتد والويتد. هذا الكونفيجريشن مال الويتد. الويتد قلنا فقط شول شيكر، الووتر ينضاف هناني الديليوشن، وبعدها الشول شيكر مد كلينر، وبعد المد كلينر سنترفيوج، ومن السنترفيوج حيصير المرحله الاخيره اللي هنا الميكسينج مالت الكيميكالز، تمام. هسه نجي للمثقلات. المثقلات قلنا عده انواع، اما البي اي اس او 4 اللي هو كبريتات الباريوم، اللي هو السبيسيفيك جرافيتي مالتها 4.2، الهيماتايت اللي هو Fe2O3 سبيسيفيك جرافيتي توصل الى 5.3، ايضا عندنا الاليمينايت اللي توصل للسبيسيفيك جرافيتي مالته 5.11، وعندنا الجالينا اللي هو يعتبر كبريتات الباريوم، كبريتات الرصاص، اللي يوصل السبيسيفيك جرافيتي مالتها 7.5. لكن كل هذه الماتيريالز الاديتيفز اللي موجوده، بالعاده بعض الحقول تتخوف من استخدامها او تتحفظ على استخدامها، يعني تتحفظ من استخدام البي اس او 4 واكسيد الحديد اللي هو الهيماتايت. ليش؟ اول شيء بالعاده بعض المواد الكيميكال تسوي لنا انفايرمنتال دامج، يعني تسوي لنا دامج، بالخصوص مثلا الجالينا يسوي لنا دامج، انفايرمنتال دامج، لان برصاص وبنسبه كبريت فيسوي لنا انفايرمنتال دامج. فبعض بعض الشركات تتحفظ من استخدامها، لكن التحفظ الاساسي لاستخدام المثقلات مثل الباريوم والهامتايت
احنا نستخدمها، مو ما نستخدمها، لكن يتحفظون على استخدامها. يعني فور اكزامبل احنا نستخدم كمثقل بالابراج CaCO3 اللي هو كربونات الكالسيوم، لكن ليش ما نستخدم البارايت؟ البارايت ما نستخدمه لعدة أسباب. فور اكزامبل واحدة من الأسباب، احنا عندنا مكمن، المكمن بي برودكتيفيتي اندكس اللي هي نسبة الإنتاجية لكل فيت، صح؟ البرودكتيفيتي اندكس تعتمد على نسبة البوروسيتي اللي موجودة بالفورميشن، وايضا بيرموبيليتي الشانلات اللي موجوده. كل ما كثرت البوروسيتي نشوف البرودكتيفيتي اندكس زاد. زين، اذا اجى البارايت ايش راح يسوي البارايت؟ من احد الامور اللي يسويها، راح يدخل بالبوروسيتي، يقلل لي البوروسيتي او يسد لي اياها نهائيا. يدخل بها يسد لي اياها، لان السبيسيفيك جرافيتي مالته عاليه وهو اصلا كورس، فحيسد لي الباروسيتي. من يسد لي الباروسيتي حيسوي لي سكين، يسوي لي مثل غشاء جلدي هنا، فراح تقل عندي البرودكتيفيتي اندكس. تمام، من قلت البرودكتيفيتي اندكس قل الانتاج. بالعاده من يدخل فد لو هاي سبيسيفيك جرافيتي بداخل الباروسيتي ويقلل البرودكتيفيتي اندكس، بعمليات الاستصلاح وبعمليات زياده الانتاج شو يسوون؟ يسوون اسيدايزنج، يضخون اسيد بكونسنتريشن معينه، بحيث هذا الاسيد يذوب الهاي سبيسيفيك جرافيتي ماتيريال، تمام، ويرجع البوروسيتي الى طبيعتها، ويرجع البرودكتيفيتي اندكس. لكن اكو مشكله بالبي اي اس او 4. البي اي اس او 4 يعتبر مركب مستقر، تمام، وما يتفاعل ويا الاسيد مهما كانت الكونسنتريشن مالت الاسيد كتركيز للاسيد، ما راح يتفاعل وياه، عكس السي اي سي او 3. CaCO3 لو لقينا particles موجودة بداخل يعني مقللة productivity index، فال CaCO3 أيضا يعتبر مثقل، ويقدر يثقل لنا إلى حد 1.65 Sg أو 1.63 Sg، وبعدين يصير بي saturation. لكن ال BASO4 مشكلته انه ما يدفع عليه الاسيد، فما نقدر نسوي اسيدايزنج جوب بحيث نزيد البرودكتيفيتي اندكس مره ثانيه. فاذا سد البوروسيتي خلاص معناه المكمن انتهى وسوى لي سكين عليه، لكن السي اي سي او 3 لا، يتفاعل ويا الاسيد والاسيد يسوي تاكل للسي اي سي او 3، ونقدر نتخلص من السي اي سي او 3 بالاسيدايزنج جوب. فهذا احد الامور اللي يسوي لي اياها المثقلات من ناحيه استخدام الهيماتايت او الهيماتايت او البي اي اس او 4 اللي هو البارايت. زين، هسه اني عفوا ثواني اي هسه اني اريد اسوي اصعد الدنسيتي اللي هي المود ويت، اصعد الدنسيتي. عندي ثلاث طرق اصعد بيها الدنسيتي، صحيح؟ الطريقة الأولى مباشرة أضيف كيميكال، أضيفها للمد مباشرة، يعني أسوي ميكسينج للكيميكال، أسوي للمد، تمام؟ هاي واحدة. الطريقة الثانية أضيف كيميكال إلى قيمة مد قليلة بالريزيرف، يعني أضيف كيميكال ويا مد قل سوري ويا ووتر قليل، يعني أسوي خلطة مد ويا ووتر، أسوي خلطة مد ثانية بس بتركيز عالي،
تمام. وبعدين هاي المد، الخلطة مالت المد الجديدة اللي تركيزها عالي، أبدي أخلطها ويا المد شوية شوية، تمام. هاي الطريقة الثانية، الأولى رأسا كيميكال ويا المد، الثانية لا، أسوي مد ثاني بتركيزات عالية، يعني أخلط كيميكال ويا ووتر وبعدين أبدي أدخلها للمد شوية شوية. الطريقة الثالثة، المد مالتي أسوي له تخفيف بالووتر، أسوي له تخفيف بالووتر، ومن أسوي له تخفيف للووتر بعدين أضيف فوق الكيميكال، تمام. هسه عندنا 3 طرق، هذه وهذه وهذه، كل واحدة لها خواصها ميزاتها. هسه هاي عرفنا رأسا كيميكال أضيفها للماد. الثانية بالعادة، يعني الأولى ما نسويها، نسوي الثانية. ليش ما نسوي الأولى؟ بالعادة الكيميكال من أضيفها مباشرة إلى الماد، الكيميكال راح تجي على شكل صلد بعدي غير متفاعلة، يعني بعدي ما بادية بالتفاعل، فيكون المساحة السطحية لدقائق المركبات الكيميائية مالت الكيميكال، المساحة السطحية لكل دقيقة تكون كبيرة، فنسبة الأيونات اللي موجودة على سطح هذه المركبات تكون كثيرة. شو راح تسوي هاي المركبات؟ أول ما تدخل للمد راح تمتص الفلويد، تمتص الووتر. أول ما تدخل، لأن مساحة السطح مالتها جدا كبيرة، فراح تمتص الووتر. من امتصت الووتر قل الووتر بيرسنتج، الفلويد بيرسنتج نزل، فصعد عندنا السوليد اكتف بيرسنتج. من يصعد السوليد اكتف بيرسنتج مباشرة راح نشوف الفيسكوسيتي صعدت. فدائما نشوف المد انجينير اللي يستخدمون الطريقة الأولى يضيفون مباشرة كيميكال ويا مد، رأسا نشوفهم يعانون من صعود الفيسكوسيتي بسبب المساوئ مال هذه الطريقة. الطريقة الثانية يخلطون خلطة مع المادة الثانية بس بتركيزات عالية، يعني مثلا احنا نحتاج نزيد الدنسيتي 0.1 اس جي، هم يخلطون المادة فور اكزامبل 1.2 اس جي وشوية شوية يدخلونه ويا المد القديم بحيث يرفعون البرسنتج مال الزيادة 0.1 اس جي، شوية شوية يدخلونه ويا المد. الطريقة الثالثة، على مود لا نفقد الووتر بسبب مساحة السطح للبارتيكل، لا نفقد الفريش ووتر أو الفلويد بصورة عامة، قبل لا يخلطون الكيميكال يسوون ديليوشن بالماء، يعني يضيفون مي زيادة على مود حتى لو فقدوا المي، هم اصلا مسوين ديليوشن، يعني عندهم مفرة بالمي داخل الفلويد، فيخلطون ووتر وبعدين يضيفون الاديتيفز البقية. فهذه ال3 طرق اللي موجودة، اما مباشرة يضيفون الماتيريال او الويتد ماتيريال، او الثانية يخلطوها ويا هاي كونسنتريشن ويدخلوها شوية شوية، او الطريقة الثالثة يسوون ديليوشن وبعدين يضيفون كل وحده من عندهم، يعني يسوون ديليوشن بعدين يضيفون الكيميكال بالترتيب. فهذه ال3 طرق اللي موجوده. عفوا، هذه حسابات الكيس الاولى على مود نصعد الدنسيتي. عندنا الفوليوم الثاني اللي راح يصير بعد الزيادة، لأن احنا اكيد من نصعد من نضيف كيميكال حيزداد الفوليوم، هذا الفوليوم الثاني، هذا الفوليوم الاول زائد الفوليوم مالت البارايت، تمام. يساوينا نفس المعادلة، الفوليوم الاول مالت الفوليوم الاول زائد الماس مال البارايت اللي هو وزن البارايت على الدنسيتي مالت البارايت. هذه المعادلة، طبعا هذا الماس مالت الفوليوم الثاني، الماس اقصد الوزن بالكيلوغرام او الباوند،
على الماس الأول زائد الماس مالت البارايت. أيضا الدنسيتي في الفوليوم، دنسيتي 2 في الفوليوم 2 يساوي ان الدنسيتي 1 في الفوليوم 1 في الماس مالت البارايت. هذه راح تكون المعادلات. طبعا هو مختصرها ومنتج من عدد المعادلة الأخيرة اللي هي V2 يساوي ان V1 على رو بي ماينس رو 1 في على رو بي ماينس رو 2. فبالمثال او بالاكزامبل او بالسؤال هو حينطيك الكيس اللي حتستخدمها للزيد عمود الزيد الدنسيتي.